هوية بريس نحو إعلام هادف. واليوم نجد من يحاول أن يغير عقيدتنا. بعضهم يقول إن كلنا إسرائيليون. الله، مرة واحدة ولينا كلنا إسرائيليين. وخادك السرمضاني، أنا ما بغيتش نذكر هذاك الآخر، خادك السرمضاني بقى فيه الحال اللي الناس تكلموا عليه، ولكن حتى أنت ملي تكون كتكلم وعندك الميكرو قدامك وعندك الإذاعة والتلفزيون، وحاول شوية، حنا عارفين راك خدام مع داك السيد، ولكن دير شوية ديال الاتساع بينك وبينه. أما الناس ملي كيشوفوك اختاريتي المنصة ديالك والمكان ديالك، ما تواخدش عليهم أنهم يقولوا باللي عاقوا بك. دبر راسك، حنا كننصحوك، أنا كنعرفو شخصيا، ماشي شخص سيء، ولكن مع الأسف الشديد تيمشي بعيد، خصو يرد البال. كاين فرق كبير بينه وبين الآخر. أما ذاك خوينا ديال هوية بريس نحو إعلام هادف.